قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الأعمال كلها صلاحها وفسادها مبني على صلاح القلب وفساده. هذه المضغة، هذه اللحمة، عليها صلاح الأعمال وفسادها. فإذا صلح هذا القلب صلحت الأعمال والجوارح، وإذا فسد هذا القلب فسدت الأعمال والجوارح. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض الناس الآن إذا جئته وأمرته تقول: يا فلان أنت مسبل، يا فلان أنت حليق، يا فلان أنت تدخن، يا فلان أنت تفعل معصية، يا فلان، ماذا يقول؟ يقول: الإيمان وين؟ يقول: الإيمان في القلب. الإيمان في القلب، ماذا نرد عليه؟ أول شيء نقول: الإيمان في القلب وأيضا في الجوارح، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. هذا الإيمان، هذا الأمر الأول. نرد عليه الأمر الثاني: لو كان إيمانك في قلبك صحيحا قويا لصلحت جوارحك. أنت تفعل معاصي المنكرات تقول: أهم شيء القلب. لو كان قلبك صالحا لصلحت جوارحك. حديث النبي صريح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. فصلاح قلبك دليل على صلاح أعمالك، دليل على صلاح قلبك، وفساد أعمالك دليل على فساد قلبك. فكلما قوي الإيمان في القلب كلما ظهر على الجوارح. ولذلك يقول حسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال والجوارح. هذا